شالنبرغ يتواصل مع لبنان والأردن ويدعو إلى الانتقال السلمي في سوريا. وزارة الداخلية تقدم دعماً مالياً للسوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم. البنك الوطني يخفض توقعات النمو الاقتصادي ويواجه تحديات مالية. ديوان المحاسبة يكشف عن تبرعات غير مشروعة من حزب الشعب والاشتراكي والحرية. ودراسة أوروبية تكشف ارتفاع مستويات التمييز ضد المسلمين في النمسا. كاريتاس تواصل مشاريعها الإنسانية في سوريا رغم التحديات الأمنية. وأخيراً شركة كاتئم توقف الإنتاج مؤقتاً وتخفض الأجور بسبب الأزمة المالية. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميدان نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة 13 من ديسمبر 2024. إلى التفاصيل، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بأنه تواصل مع الشركاء في لبنان والأردن للحصول على رؤاهم حول تطورات الوضع في سوريا. وأكد الوزير أن النمسا والاتحاد الأوروبي موحدان في الدعوة لانتقال سلمي ومنظم يضمن استقرار الوضع. وأضاف شالنبرغ أن النمسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في تحقيق الاستقرار، مشددا على أهمية توفير الظروف الملائمة لكي يتمكن السوريون من بناء مستقبلهم في وطنهم. من جهته أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دعم بلاده للعملية السياسية السورية التي تضمن حقوق السوريين وتلبي طموحاتهم. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن تقديم دعم مالي للسوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم في أعقاب التطورات السياسية التي شهدتها سوريا بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وأعلنت وكالة رعاية اللاجئين النمساوية تخصيص 1000 يورو لكل سوري ضمن برنامج البدء من جديد، إضافة إلى دعم تنظيم رحلات العودة وتوفير الوثائق اللازمة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج العودة الطوعية الذي يشجع اللاجئين على العودة بعد تحسن الأوضاع. وأكد الوزير جيهارد كارنر أن البرنامج يشمل أيضا من ارتكبوا جرائم أو فشلوا في الاندماج، وذلك بشرط توفر الأمن في سوريا. خفض البنك الوطني النمساوي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2024 و2025، حيث توقع تراجع الناتج الاقتصادي بنسبة 0.9% هذا العام، يليه نمو محدود بنسبة 0.8% في 2025. وأشار البنك إلى ارتفاع البطالة إلى 7% في 2024 و7.4% في 2025. وفيما يخص التضخم، يتوقع استمرار انخفاضه التدريجي مع عدم تحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% قبل عام 2027. كما توقع البنك عجزا ماليا بنسبة 4.1% في 2024 و3.7% هذا العام، متجاوزا سقف معاهدة ماستريخت. وأوضح البنك أيضا أن التحديات تشمل ضعف النشاط الاقتصادي، التحول الهيكلي بصناعة السيارات الأوروبية، وارتفاع تكاليف الطاقة، مما أدى لتراجع الصادرات وضعف الاستهلاك الخاص. كشف ديوان المحاسبة النمساوي عن مخالفات تتعلق بتلقي تبرعات غير مشروعة من قبل حزب الشعب والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرية. وتضمنت المخالفات استخدام حسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لكل من المستشار كارني هاما وحاكم بورغلاند هانس بيتر دوسكوتسيل، إلى جانب نشاط حزبي عبر متجر إلكتروني وصحيفة تابعة لحزب الحرية. وأكد الديوان في بيان له أن هذه الحالات أبلغت إلى لجنة الشفافية للأحزاب لاتخاذ قرارات بشأن العقوبات. وأشار التقرير إلى تداخل الأنشطة الحزبية والرسمية، ما أثار قضايا تضارب مصالح مستمرة في المشهد السياسي.
أكدت دراسة للوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المسلمين في النمسا يعانون من أعلى مستويات التمييز في أوروبا، حيث أشار 74% من المشاركين إلى تعرضهم للتمييز خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي النسبة الأعلى بين 13 دولة. كما سجلت ألمانيا 71% مقابل نسب أقل بكثير في السويد 23% وأسبانيا 31%. وأوضح الخبراء أن تصاعد الإسلاموفوبيا يرتبط بالسياسات الحكومية القمعية وصعود اليمين المتطرف، مما يطبع العنصرية ضد المسلمين في النمسا. وسجلت مؤسسة زارا 1522 حالة عنصرية في 2023، بينها أكثر من الثلث عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، مما يعكس تطبيع الإسلاموفوبيا حتى في أطراف سياسية غير متطرفة. أعلنت كاريتاس النمساوية استمرار مشاريعها الإنسانية في سوريا، مشيرة إلى تحسن تدريجي في الوضع الأمني بعد استيلاء جماعات إسلامية على بعض المناطق. وأفاد أندرياس كاب الأمين العام لبرامج كاريتاس الدولية بأن الأسواق والبنوك بدأت تعود للعمل رغم الشكوك حول قدرة النظام الجديد على الوفاء بتعهداته، وتركز المنظمة على دعم النازحين وتقديم مساعدات إنسانية تشمل الطعام والرعاية الصحية، إضافة إلى مشاريع طويلة الأمل كالمدارس ودعم المزارعين والمحلات الصغيرة. وأوضح كاب أن الوضع لا يزال غير مستقر بما يكفي لإعادة اللاجئين السوريين. أعلنت شركة كاتي إما النمساوية المتخصصة في تصنيع الدراجات النارية عن توقف الإنتاج في مصانعها بماتيكوفن وموندافينج ابتداء من مساء الجمعة وحتى مارس المقبل بسبب أزمتها المالية. وأثار القرار استياء النقابات العمالية، حيث لم تلتزم الشركة بدفع 90% من أجور ديسمبر ومكافأة أعياد الميلاد، مما زاد معاناة العاملين. وأكد أندرياس شتانجل رئيس غرفة العمال في النمسا العليا اتخاذ تدابير لضمان مستحقات الموظفين عبر صندوق تعويضات الإفلاس، مع تأكيد تأثير الأزمة على 3600 وظيفة، منها 750 تسريحا نهائيا. كما أعلنت الشركة عن تقليص ساعات العمل في يناير وفبراير، فيما تنحى الرئيس التنفيذي شتيفان بيرا عن رئاسة اتحاد الصناعيين بالنمسا العليا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة موقع infograd.com دائما. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.